بمكان ما تنطلق الأضواء منه لتنير السماء، وصوت بداخله يقترب ويقترب. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في سيرك المدينة. دعوني أقدم لكم الساحر النابغة، والذي عاد من عالم آخر حاملا معه أسرار السحر. لقد عاد بعد طول غياب. رحبوا معي سيداتي وسادتي بالجوكر. وتنطفئ الأضواء وتسلط على رجل يطفو على المسرح وكأنه شبح، رافعا يديه عاليا وعلى وجهه ابتسامة غرور. تنطلق أصوات التصفيق ومعها همسات الجمهور. لما عاد هذا الشخص؟ ألا يكفي ما فعله في المرة السابقة؟ أظنه شخصا مجنونا. لقد قالت الشرطة أنها عثرت على جثة تشبهه. كفاك مزاحا، إنه أمامك، أظنه حيا. تابعوا تلك الجمل بضحكات ملأت المكان. دعونا نعود بالأحداث قليلا. ندى، أسرعي، سيبدأ البرنامج. شغلت ندى التلفاز وعادت لتجلس على الأريكة بجانب شاب كلما كان يشغل تركيزه هو ذاك البرنامج على الشاشة. ثم قالت له بابتسامة: باسم، أراك مركزا بشدة مع البرنامج، هل هو بتلك الأهمية؟ فانتفض باسم من مكانه قائلا: هل تمزحين؟ إنه مستقبلي. ثم أشار إلى التلفاز متابعا: في يوم من الأيام سأصبح مثل هذا الساحر، إنه قدوتي. فنظرت إليه نادى باستغراب، ثم تابعت قائلة: لكنك محترف بالسحر وخفة اليد، والكل يشهد بذلك، ثم ما المميز بذلك الرجل كي تتابعه بتلهف هكذا؟ إنه مثل باقي السحرة المشهورين بخفة اليد، لا أكثر من ذلك. قاطعها باسم قائلا: لا، إنه ليس مثلهم. ثم تابع تركيزه مرة أخرى متابعا: إنما يفعله ليس خفة يد. حسنا يا باسم، سأغادر الآن، ولا تنسى العرض غدا، تدرب جيدا، وداعا. ودع باسم ندى ثم دخل إلى غرفته والتي كان يحرص على إغلاقها دائما. أغلق الباب خلفه ثم توجه إلى المكتبة أمامه ليسحب كتابا معينا. أخذه إلى الطاولة وفتحه وظل يتأمله. كان يقول بابتسامة: إنه عبقري، كيف يقول الناس عنه أنه مجنون؟ إنهم لا يقدرون تلك المواهب، لكن أنا أقدرها. ثم أغلق الكتاب وتوجه خارج الغرفة، وصوت أقفال الباب يقطع ذلك الصمت بالداخل بين تلك الكتب والتي كانت تعود لذلك الساحر. في اليوم التالي كانت أصوات الجماهير والتصفيق تملأ السيرك معلنة بدورها بدء العرض. باسم كان بجانبه نادى على خشبة المسرح يؤدي بمساعدتها خدعه السحرية والتي توقع أن يصفق لها الجمهور، لكن ما حدث كان العكس. أخذ الجمهور يضطجر منه ويردد: ممل، إنها خدعة قديمة، انزل الآن. ملامح الحزن والغضب امتزجت على وجه باسم، لكن ندى زميلته سحبته من يده ليبتعد عن المنصة. ابتعدت به خارج السيرك بعيدا عن تلك الأصوات. نظر إليها وخيبة الأمل تلمع بعينيه قائلا: أنا فاشل، لن أصبح أبدا ساحرا عظيما مثل نادم مرجان. ثم نظر إليها وتابع:
لكن ماذا عساي أن أفعل؟ لقد اتبعت خطواتي، لا أدري أين الخطأ. سكتت ندى قليلا ثم قالت له: حسنا، لما لا تطلب منه أن يدربك على السحر إن كنت تريد أن تصبح مثله؟ فقاطع باسم ندى بضحكاته قائلا لها: من الذي يدربني؟ مورجان، لقد مات منذ زمن، ولا أعتقد أنه يوجد مواصلات مع العالم الآخر. ثم أكمل ضحكه والذي شاركته فيه ندى هذه المرة، ثم قرر كل منهما العودة لمنزله بعيدا عن زحام السيرك والذي يذكره بخيبة الأمل. توجهت خطوات باسم المتثاقلة إلى منزله وأصوات الجمهور لا تفارق عقله. دخل إلى غرفته وارتمى بجسده على سريره، ظل يحدق بسقف الغرفة وهو يسترجع ذكرياته عن معاناته، كيف تحمل كي يتعلم السحر حتى أصبح محترفا به، وتحديه لعائلته التي عرضت بدورها فكرة أن يصبح ساحرا، وكيف غادر إلى البلدة والتي كان يقطن بها ساحره المفضل كي يأخذ منها الإلهام. لقد ضحى بكل شيء من أجل حلمه، وهو هو الآن قد ارتمى بجانبه على سريره ينزف من سهام الجمهور والتي دمرته بسهولة. أغمض باسم عينيه ليستغرب النوم والذي تمنى أن يفصله عن هذا العالم، أو أنه يستيقظ ليكتشف أن كل ما مر به مجرد كابوس. تلك كانت أمنيته بذلك الوقت. ما إن استغرق بالنوم حتى حلم بأنه في مكان ويؤدي عرضا على خشبة مسرح وأمامه الجمهور ينتظر. شعر باسم بالتوتر من تلك النظرات والتي تراقب كل حركة منه. استجمع شجاعته، حاول تأدية الخدعة، لكن ضحكات الجمهور تعلن خسارته. وما هي إلا دقائق حتى شعر أن المسرح يهتز من تحت قدميه، يتشقق وكأن زلزالا أصاب المكان، ليجد نفسه يسقط. ضحكات الجمهور كانت أعلى من صراخه. استيقظ باسم وأخذ يلتقط أنفاسه وصدى كلمات ندى تتردد بعقله. قرر ألا يقبل بكلمة فاشل، أن يصبح ساحرا لا يستطيع أحد التغلب على خدعه، لكن هناك فقط طريقة واحدة لذلك. اتجه باسم لغرفته، سحب منها كتابا أسود اللون عليه نقوش وتوقيع نادم مورجان. وقعت عيناه على صفحة وتابعها بابتسامة خبيثة. قبل أن يخرج من الغرفة كتب على الحائط تاريخا يعود لبعد 3 أيام. مرت تلك الأيام سريعا، ثم جاءت ليلة اليوم الثالث. ركض باسم خارج السيرك ومعه الكتاب. لم يهتم لنداء ندى، بل أسرع لإيقاف سيارة أجرة. قال له السائق: إلى أين يا سيدي؟ مقابر المدينة. فنظر السائق إلى باسم بالمرآة متابعا كلامه قائلا: بهذا الوقت يا سيدي؟ نعم نعم، سأعطيك ضعف الأجرة لكن أسرع. فتابع السائق طريقه إلى المقابر، توقف أمام البوابة، ترك باسم يكمل الطريق إلى الداخل. تابع باسم خطواته داخل المقبرة وبيده ذلك الكتاب، وهناك حقيبة على ظهره تضم بعض الأغراض لإتمام ما جاء لأجله. يبدو أنه لن يقبل بالخسارة حتى لو كان الثمن أن يعيد لعنة دفنت تحت الأرض. توقف باسم أمام قبر قديم أكله الزمن، مكتوب عليه نادم مورجان. وما إن رأى باسم ذلك الاسم
حتى تعالت تلك الابتسامة على وجهه من جديد. وضع الكتاب جانبا ثم أخرج من تلك الحقيبة شموع كتلك التي يستخدمها السحرة بتعاويذهم في سحر الفودو، ويطلق عليها الشموع السوداء. أحاط باسم ذلك القبر بها على شكل نجمة خماسية ثم أشعلها، ثم أمسك الكتاب بيد وبيد أخرى حفنة من التراب تنبعث منها رائحة كرائحة الموت. أخذ يقرأ من الكتاب ويعلو بصوته، وصوت الرياح من حوله كأنها غاضبة. وما إن رأى الشموع تشتعل أكثر فأكثر وتتصل ببعضها حتى رمى التراب على القبر، لكنه بدأ يسمع صرخات ثم شعر بأحد ما يضربه على صدره، ليرتمي باسم بجسده بعيدا. حاول باسم النهوض أو حتى رؤية من دفعه، لكن كل ما استطاع رؤيته هو شخص يخترق الظلام وخطواته تتجه إليه. لحسن حظ باسم أنه فقد وعيه. استيقظ باسم في الصباح، أخذ ينظر حوله، وجد الشموع متناثرة هنا وهناك والكتاب قد اختفى، لكنه وجد مكانه شيء ما. اقترب باسم أكثر ليمعن النظر. لقد كانت بطاقة كبطاقات الكوتشينة عليها رسمة الجوكر، لكنها كانت مختلفة عن غيرها. لقد كانت مصنوعة من العظام، لونها كلون الدماء. تتوسطها تلك الرسمة والتي حفرت عليها. لم يتردد باسم بأخذها، بل ووضعها بجيبه، ثم غادر المقابر متجها لمنزله. لم يتساءل كثيرا عن نتيجة التعويذة، وهل عاد الساحر من موته أم لا. فما حدث بالأمس كان جوابا كافيا، وهو نعم، لقد عاد الساحر. دخل باسم غرفته ليستريح قليلا، وما إن استغرق بالنوم حتى رأى مكانا غريبا يشبه السرداب. أخذ يتأمل ما حوله حتى وجد شخصا يسير بجانبه ويتقدم إلى الحائط. اقترب منه باسم ليسأله عن هذا المكان، لكن الرجل ظل ينظر للحائط وكأنه ينتظر شيء ما. وما هي إلا لحظات حتى فتح الجدار وكأنه باب، ثم تابع ذلك الرجل طريقه لداخله. تبعه باسم إلى ممر به الكثير من الغرف، لكن قطع تعجب باسم ذلك الصوت. لقد كان بكاء أحد يصدر من إحدى الغرف. تابع خطواته ليقترب من تلك الغرفة، والصوت يرتفع أكثر فأكثر حتى وجد فتاة يداها مقيدة بسلاسل متصلة بالحائط، وخلفها شخص يرتدي رداء يخفي ملامحه. ما إن رفعت الفتاة رأسها حتى رآها، لقد كانت ندى. أخرج ذلك الشخص سكينا، وقبل أن يسرع إليها باسم نحر عنقها. سقطت على الأرض تلفظ أنفاسها الأخيرة. اقترب منها باسم وهو يتلمس الدماء بيديه، ثم نظر لذلك الشخص قائلا من أنت؟ ابتسم الشخص بخباثة، ثم رفع عنه الرداء لتظهر ملامحه والتي صدم منها باسم. لقد كان هذا الشخص هو باسم، أو شبيهه، أو كما يقال نسخته الشريرة. ثم تابع كلامه وقال أنا الجوكر، ثم أخذ يضحك بهستيرية بينما ظل باسم يركض محاولا الخروج. أسرع إلى باب أمامه، لكن ما إن فتحه حتى سقط، وكأن الباب كان يؤدي لعالم مظلم. استيقظ باسم وهو يلتقط أنفاسه
والعرق يتصبب منه، لكن لفت انتباهه الكتاب بجانبه، كان مفتوحا على صفحة عليها نفس رسمة الجوكر، يبدو أنها تعويذة ومكتوب خطواتها الواحدة تلو الأخرى. قطع شروط باسم صوت الهاتف ليجيب فيجدها ندى. نعم نعم يا ندى. ثم نظر ابتسامة إلى الكتاب متابعا، حسنا سآتي في الحال. أمسك الكتاب والكرت وتقدمت خطواته خارج المنزل. في تلك الأثناء كان صوت الجمهور ينتظر عرض الساحر، والذي تأخر فشغلوا وقتهم بالسخرية من خداعاته الفاشلة. ثم انطفت الأضواء وظهرت بقعة مضيئة ركزت على صندوق مغلق، وبجانبه وقف باسم وعلى وجهه ابتسامة، ثم تكلم قائلا: سيداتي وسادتي، سأقدم لكم اليوم عرضا لن تنسوه أبدا. فسخر الجمهور من تلك الكلمة والتي رددها كثيرا من قبل، لكنه بالفعل كان صادقا هذه المرة، فهم لن يستطيعوا نسيان عرض كهذا. أشار باسم بيده إلى مساعدته ندى، والتي تقدمت بخطواتها لتقف بجانبه، وبابتسامة منه أخرج عدة أوراق كوتشينة، منها ورقة الجوكر، ثم أخذ يردد كلمات، فتحولت تلك الكروت للون الأسود، وتقدمت وكأنها تطير نحو ندى. صفق الجمهور من تلك الخدعة، أو هكذا ظنوا. لم يلحظ أحد عيون باسم والتي تحولت للون الأسود ثم عادت كما كانت من جديد. أحاطت الكروت بندى من جميع الجهات، بدأت تتحول لشيء أشبه بالدخان، وأمام أنظار الجمهور تسللت داخل كارت الجوكر. أخذ الجمهور يصفق وهو متعجب مما رآه، فلم يصدر الستار لتختفي أو شيء كهذا مثل باقي المبتدئين، بل كان كل شيء أمام أنظارهم. لم ينتهي العرض هكذا، بل ما تم إخفاؤه يجب إعادته مرة أخرى. هذا هو القانون والذي لم يخطط له باسم. أخذ التوتر يتسلل إلى قلبي بعدما تمت محاولاتي لإعادتها بالفشل. أصبح الجمهور غاضبا، لكن لحظات وشيء غريب أصبح يحدث أمام الجميع. ضباب أسود يتسلل من الكارت الملقى على الأرض ليغطي خشبة المسرح، تاركا خلفه جسد ندى، أو بالأحرى جثتها، والتي كانت مليئة بالخدوش والكدمات وكأنها كانت بعراق مع وحش ما. اقترب باسم منها وهو ينظر إليها والدموع تغرق عينيه. لم يستطع المكوث أكثر بجانبها، فصراخ الجمهور عليه جعله يركض بعيدا عن السيرك. أخذ باسم يبتعد أكثر فأكثر عن تلك الأصوات والتي كانت تصادقه. لم يدري أن تلك الكلمة والتي كان يرددها دوما ستكون حقيقة هذه المرة، وهو أنهم بالفعل لن يستطيعوا نسيان ما سيحدث. اختبأ باسم بمكان بعيد عن الأنظار، لأنه علم أنه سيتم البحث عنه، لكنه كان يتردد على منزله لأخذ بعض الكتب. جاء اليوم الذي قرر فيه أهل ندى أن يأخذوا جثتها من المشرحة لدفنها، وبذلك اليوم كان باسم مختبئ بين الأشجار يراقب حبيبته، يراقبها وهي تنزل شيئا فشيئا تحت التراب. كيف له أن يتحمل فراقها؟ والأصعب من هذا، كيف له أن يتحمل ذنب ما حدث لها؟ غادر باسم بخطواته المتثاقلة بعدما ودعها من بعيد، وهو يسمع أحاديث الناس عن نعته بالقاتل.
ألا يكفيه اللقب الفاشل والذي أطلقوه عليه من قبل؟ يبدو أنه لا يكفي. أصبح باسم مع مرور الوقت مدمنا على الخمور كي ينسى ما حدث له. لم تستطع الخمور أن تساعده، بل كانت السبب في مقتله. وفي يوم ما كان باسم يحمل القنينة بيده، خرج إلى الطريق يترنح يمينا ويسارا حتى لمح شخصا يقف وينظر إليه. دقق باسم بنظراته أكثر إلى ملامح الرجل. قال في نفسه: مهلا، أنا أعرف هذا الرجل، إنه الساحر. وقبل أن يكمل باسم كلمته فاجأه صوت حافلة، وكان آخر صوت يسمعه، فلقد صدمته وطرقته على الطريق يرويه بدمائه وبجانبه قطع زجاج مكسورة. التف الجميع حوله وهم يرددون: إنا لله وإنا إليه راجعون. بينما كان ذلك الشخص والذي كان ينظر إليه يكتفي بابتسامة خبيثة على وجهه، ثم استدار ليختفي بعيدا. مرت السنوات بعد تلك الحادثة، وجاء اليوم والذي فتح فيه السيرك أبوابه من جديد بعدما تم إغلاقه. تزاحم الجمهور لشراء التذاكر لذلك العرض، وبين صخب الأصوات هناك بالكواليس بغرفة ما شخص جالس يستعد للعرض. لقد كان باسم. هل أنت مستعد؟ فابتسم باسم وأخذ يتذكر. بعدما تمت مراسم دفن باسم غادر الجميع المقابر. عم السكون إلى أن حل الليل، فهناك من يريد أن يجعل الأجواء أكثر صخبا. بدأ دخان أسود يتسلل بين المقابر إلى قبر من بينهم، ثم زار شخص من العدم ليقف أمام ذلك القبر. وضع يديه عليه وهو يتمتم بكلمات يبدو أنها تعويذة، وما دل على ذلك تلك الصرخات التي خرجت من داخله. ابتعد الشخص شيئا فشيئا وأخذ يراقب ذلك الشيء يخترق الدخان، متجها نحوه بعينيه السوداء وبشرته الشاحبة وتلك الابتسامة الخبيثة. لقد كان باسم. مرحبا بك من جديد، تسرني عودتك. فابتسم باسم قائلا: أنا أيضا مسرور لعودتي سيد مرجان. حسنا يا باسم، ستكمل الآن ما بدأته أنا من مسيرة، لكن أولا يجب أن تفعل شيئا أهم، وهو الانتقام. ثم مد يده اتجاه باسم لمصافحته علامة على الموافقة، فمد باسم يده بدوره وقال له: حسنا، لكن نادني بالجوكر. بين هتاف الجمهور وقف باسم أمام المرآة وبيده كارت الجوكر، وابتسامة تحولت عيناه للأسود متابعا كلامه: حسنا، أنا جاهز. تقدمت خطوات باسم خارج الغرفة، توجه إلى خشبة المسرح مقاطعا تلك الضحكات، وبحركة منه انطفأت الأضواء وسلطت عليه. لقد كان وكأنه يطفو على المسرح. رفع يديه عاليا وكأنه الغرور بجناحين، ثم تابع قائلا: سيداتي وسادتي، سأقدم لكم الآن عرضا. ثم أكمل بابتسامة: أعدكم أنكم لن تنسوه أبدا. شعر البعض منهم بالقلق، والبعض الآخر شعر بالرغبة في الخروج من المكان،
فيكفي ما سببته تلك الكلمة من متاعب من قبل، لكن كان قد فات الأوان. أغلقت الأبواب عليهم، بدأ ذلك الدخان يتسلل شيئا فشيئا من بينهم، ثم تغيرت ملامح باسم لتشبه رسمة الجوكر بذلك الكرت والذي أحاط به مع باقي الكروت. بينما بالخارج كان الساحر مورجان يبتسم، كان يبتسم وهو يستمع لتلك الصرخات من الداخل، يشاهد تلك الظلال وهي تصطدم هنا وهناك محاولة الخروج. وبعد مدة من الوقت عم السكون لتفتح الأبواب من جديد، لكن لم يكن أحد في الداخل سوى باسم، والذي تقدم من ظلام ذلك المكان وهو ممسك بكارت الجوكر، ثم قربه إليه وهو يستمع لصرخاتهم وقال: كم أحب هتاف الجمهور. ثم أخذ يضحك بهستيرية غطت على صمت المكان. لم يكن ذلك الكرت سوى مدخل للعالم السفلي، من يذهب لذلك المكان لا يخرج منه أبدا. تلك التعويذة والتي استطاع نادم مورجان فعلها طمعا بالدخول لعالمهم ومعرفة أسرارهم، كان هذا السبب بمقتله على أيدي الشياطين، والتي حرصت أن يظل سر الجوكر محفوظا. ومع تحرير مورجان تحررت معه اللعنة، واختارت باسم كي يصبح الجوكر، فما جعله مسيطرا على تلك اللعنة بخلاف مورجان هو ذلك الدافع، الانتقام. لا تسخر أبدا من حلم أحد أو تستخف يوما بقدراته، فتفاجأ بهذا الحلم قد تحول ليصبح كابوسك. تمت.